أهلا بيكم مرة تانية. هنبدأ دلوقتي مع بعض فيديو جديد و chapter 13 في الـ economics اللي هو the costs of production. الـ chapter ده واضح من عنوانه كده إن إحنا هنبدأ نتكلم عن الـ cost، المصاريف اللي إحنا بنشوفها أو الـ supplier بقى بيشوفها في خلال عملية الـ production. فهنبدأ نسترجع مع بعض زي كل مرة شوية كده ملحوظات أو مفاهيم أو تعريفات اتعاملنا معاها، بحيث إن هي هتجهزنا إن إحنا نحل شوية مسائل مع بعض. فبداية الكلام بالنسبة لنا هتبقى تعريف احنا عارفينه بشكل بديهي ومعروف، ان هي البروفيت بتساوي الريفينيو ماينس التوتال كوست. لكن اما نيجي نخش بقى في التفاصيل، التوتال كوست دي كنا عرفنا قبل كده حاجة اسمها اكسبليسيت كوست وحاجة اسمها امبليسيت كوست، وزي ما قلنا كان الفرق ما بينهم قصة الاوبورتيونتي كوست لو انا بتكلم عن بس مصاريف حقيقية انا دفعتها، ولا بدخل في اعتباري بقى الاوبورتيونتي كوست وان انا مثلا عندي حته ارض بتاعتي بشتغل عليها، طب لو كنت اجرتها كانت هتكسبني قد ايه، لو كنت حطيت الفلوس في البنك بدل ما اشتغل بيها كنت اكسب منها قد ايه، وهكذا. فده برضو كان بيوصلنا لنوعين من بروفيت، حاجه اسمها ايكونوميك بروفيت versus الاكاونتنج بروفيت، والايكونوميك بروفيت هو اللي بياخد في اعتباره الاوبورتيونتي كوست، مقابل الاكاونتنج بروفيت ده اللي هو ببساطة فلوس حقيقية داخلة وخارجة. فتوضيح القصة دي ممكن كده في شكلين أو رسمتين. الإيكونومست الراجل الاقتصادي بيبص على الريفينيو أو البروفيت إزاي، إن هو الريفينيو اللي عنده مطروح منه الإكسبليسيت والإمبليسيت كوست اللي هي انكلودنج الأوبورتيونتي كوست زي ما قلنا، عكس الأكاونتنت المحاسب مش بيحط في اعتبار الإمبليسيت كوست دي خالص ولا الأوبورتيونتي كوست ولا القصة دي، هي بس فلوس، فرق ما بين الريفينيو والمصاريف الحقيقية. فدايما بتلاقي الاكاونتنج بروفيت اكتر من الايكونوميك بروفيت. هناخد من الكلام ده نعرف حاجه اسمها برودكشن فانكشن، اللي هي ايه؟ اللي هي كميه الانتاج اللي اقدر انتجها. هنا الرسمه دي مثلا الكتاب كان اكزامبل عن الكوكيز، اقدر انتج قد ايه كوكيز بير اور مقابل عدد الوركرز هايرد، عدد الليبر اللي هم العمال مثلا. فكل ما بزود عماله كل ما اقدر انتج اكتر، لكن برضو لو لاحظنا كده هنلاقي ان تاثير اول عامل غير التاني غير التالت، مع الوقت كل ما بتزود كاباسيتي او عدد عمال او عدد ساعات شغل او كده، هتلاقي بطبيعه الحال القيمه الاضافيه لكل عامل او ساعه شغل فيهم اقل شويه، وده ليه اسبابه العمليه يعني على ارض الواقع. من فانكشن زي دي او من رسمه زي دي بنقدر نعرف حاجه اسمها مارجنال برودكت، اللي هو الزياده في الانتاج مقابل الزياده في وان فاكتور في برودكشن، اللي هو زي الاكزامبل اللي عندنا ده مثلا كان الليبر، فدلتا كيو على دلتا ال الكوانتيتي، الزياده في الكوانتيتي مقابل الزياده في الليبر اللي هو عدد العمال، ده اسمه مارجنال برودكت. هنكمل بعد كده ونتعمق اكتر في الكوست. فالتوتال كوست مصاريف الانتاج بتاعتي كلية يعني بتتكون من مجموعة حاجتين، fixed cost و variable cost. fixed cost دي كوست ثابتة دايما بدفعها بغض النظر بقى الكمية قد ايه، زي المعدات اللي انا اوريدي اشتريتها، زي الايجار اللي انا بدفعه، زي الفوائد لو انا واخد قرض من البنك مثلا، زي حاجات كتير قوي. مقابل ال variable cost اللي هي الحاجات اللي بتعتمد على كمية الانتاج، مرتبات مثلا ان انا ممكن اعين عمال اكتر عشان انتج اكتر فليهم مرتب زياده، ده variable cost. الكوست اوف ماتيريالز الرو ماتيريالز مثلا اللي هصنع منها، او حتى اليوتيليتيز فاتوره الكهرباء وفاتوره الميه والغاز والحاجات دي اللي انا بستخدمها وبستهلكها في الصناعه، فكل الحاجات دي المتغيره اللي بتعتمد على معدل الانتاج اسمها variable cost. لو بصينا على كيرف زي ده كده، الكيرف ده اسمه total cost curve، بيرسم لي التغير في التوتال كوست مجموع المصاريف بتاعتي مقابل الانتاج. فالاكزامبل ده برضو كان بيتكلم عن البيجلز، بنتج كام قطعه بيجل في الساعه مقابلها التوتال كوست في نفس الفتره، فهلاقي ان عند زيرو انتاج عندي الكوست ب2، ودي واضح بديهيا ان هي الفيكسد كوست. وهتلاقي بعد كده كل ما بتزود كل ما التوتال كوست بيزيد، ساعات الكيرف السلوب بتاعه بيقل زي اول حته دي، تلاقي السلوب عمال يقل، فده معناه ان انت كل زيادة في البيجلز بتزود كوست أقل عن اللي قبلها، بتزود حاجة بسيطة، فدي حاجة تبدو كويسة، لكن مع الوقت بتلاقي الكيرف رجع تاني يعلى بسلوب عالي. فده بيؤشر إلى إن بعد رينج معين هتلاقي زيادة في الإنتاج، كل قطعة زيادة بتكلفك أكتر من اللي قبلها. الكيرف ده أو لو أنا عندي كجدول أقدر أستنتج منه شوية كيرفات تانية ممكن تبقى معبرة أكتر أو مفهومة أكتر، زي اللي هنشوفها على اليمين دي.
فهنلاقي مثلا الكيرف اللي فوق ده اسمه افريج توتال كوست. عمل ايه؟ عمل ان هو خد الكيرف ده وقسمه على الكوانتيتي. لما كانت الكوانتيتي 0 والكوست 2، ف2 على 0 بانفينيتي، دي طبعا مش باينه عندي في او انديفايند، فهي مش باينه في الجدول. لكن لما كنت بنتج قطعه فكانت التوتال كوست 3، فدي الافريج توتال كوست عند 1 بيس. لما كنت بنتج قطعتين كانت التوتال كوست حوالي 4 او اقل شويه، فلما اقسم الاربعه دول على الاثنين تطلع الافريج توتال كوست تحت الاثنين بشويه، وهكذا. فهتلاقي ان في البدايه كل ما بتزود قطعه من البيجلز دي هتلاقي المصاريف بتاعتك بتتقسم على عدد كبير، فالمصاريف التوتال او الافريج توتال كوست عماله تقل، لكن برضو بتيجي في لحظه معينه وتبدا تزيد مره تانية، لان تكلفه انتاج القطعه في كوانتيتي عاليه بتكون تاثيرها على الكوست اعلى من تأثيرها على زيادة الكوانتيتي، أو إن الكوست بتتقسم على كمية أكبر. طب لو التوتال كوست دي قسمناها فيكسد كوست وفاريبل كوست، نقدر برضو نرسم الأفريج بتاع كل واحد فيهم. الفيكسد كوست اللي هو الكيرف التاني ده أفريج فيكسد كوست، ودي واضح إن هي دايما ديكريزنج، أنت كده كده بتدفع 2 دولارز فيكسد كوست، فكل ما تنتج أكتر ال 2 دولارز دول هيتقسموا على كمية أكبر، فبالتالي الكونتريبيوشن في كل قطعة هيبقى قليل. فواضح كده من وجهة نظر الافريج فيكسد كوست ان هي دايما هتقل مع زيادة الكمية. لكن الافريج فاريبل كوست ممكن تلاقيه ليها ترند قريب من الافريج توتال كوست، ان هي في الاول بتقل، كل ما تزود كوانتيتي هتلاقيها بتقل، لكن عند لحظة معينة هتبدأ تزيد تاني. انا في الحقيقة مش هيهمني قوي الافريج، او حاليا يعني لو هنتكلم في الوقت الحالي، ممكن قدام نلاقي ان كل واحد منهم ليه اهميه منفصله، لكن في الوقت الحالي انا يهمني الافريج توتال كوست، لان ده اللي بصرفه فعليا او دي تكلفتي الفعليه. فبالتالي انا منطقي ان انا مثلا هدور على اقل افريج توتال كوست اشتغل عندها. والله بتحصل عند 7 كوانتيتي اوف بيجلز، يبقى هم ال7 دول اللي هنتجهم. الثامنه دي ممكن تكلفتها بالنسبه لي هتبقى اعلى من اللي قبلها، مش هحب اشتغل عندها، او ال9 او ال10 او هكذا. في بقى حاجه اخيره برضو اللي انا بقوله ده ممكن يتضح اكتر قدام شويه، لما بندخل عوامل تانية بقى زي الاسعار وزي ساعتها بيكون في، وده اللي هو الشابتر الجاي، بيكون في رؤيه اوضح شويه ان ايه الكميه المناسبه اللي انا هنتجها مع السعر مع الكلام ده كله. لكن في الوقت الحالي احنا بنحلل بس المعلومات اللي قدامنا. اخر الكيرف عندنا هنا اللي هو المارجنال كوست اللي احنا كنا عرفناه من شويه، اللي هو زياده التوتال كوست بير يونت تشينج في اي حاجه. فهنا المارجنال كوست بالنسبه للكوانتيتي، فهلاقي ان هو كالاتي: هلاقي ان انا كل قطعه بنتجها زياده هي الكوست بتاعتها هي اللي انا بقراها دي. فاول قطعه الكوست الاضافيه بتاعتها 1 دولار، القطعه الثانيه الكوست الاضافيه بتاعتها حوالي 0.8، والثالثه حوالي 0.6، والرابعه حوالي 0.4، وهكذا عماله تقل. جيت بقى ما بين القطعة الخامسة لقيت ليها نفس تكلفة القطعة الرابعة، القطعة السادسة والسابعة والثامنة وهكذا، كل قطعة بقى تكلفتها بتزيد عن اللي قبلها، بصرف عليها أكتر عشان أنتجها. وده اللي احنا كنا فسرناه في الكيرف اللي على الشمال بالشبه كده، إن في بداية الكيرف كان السلوب قليل عمال يقل، فده إنديكيشن إن مارجن كوست عمال يقل، لكن جه في نقطة وابتدى الكيرف يقلب وابتدى السلوب يزيد، فده انديكيشن هنا لزيادة المارجنال كوست مع زيادة الكوانتيتي اوف بيجز. طيب هل في علاقة ما بين الكيرف بتاع المارجنال كوست والكيرف بتاع الافريج توتال كوست، او هل بيأثروا في بعض بشكل مباشر؟ في الحقيقة في تأثير. هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان كل ما كان الافريج توتال كوست اعلى من المارجنال كوست، هتلاقي الكيرف بتاع التوتال كوست افريج توتال كوست بيقل، عمال ينزل لتحت. طيب امتى وقف وابتدى يزيد؟ لما عند اول لحظه المارجنال كوست بقت اعلى من الافريج توتال كوست. برضو تفسيرها ايه؟ انا افريج توتال كوست عندي بواحد، طب انا لو انتجت قطعه اضافيه تكلفتها نص، فبالتالي تكلفتها اقل من متوسط تكلفه القطع اللي قبلها، فبالتالي هتقلل المتوسط بتاع التوتال كوست. لكن لما اوصل لمرحله ان الافريج توتال كوست بواحد والمارجنال كوست بواحد وواحد من عشرة، فده معناه ان القطعة الجديدة تكلفتها اعلى من متوسط اللي فاته، فبالتالي اي قطعة زيادة هنتجها هتؤدي الى زيادة المتوسط الكوست بتاعتي. فالعلاقة هنا لو هنقارن هنلاقي ان كل ما كان الكيرف الاحمر ده تحت الازرق، فالازرق عمال يقل بتاع الافريج توتال كوست، اول ما ابتدى يعلى لفوق ابتدى يشد معاه الكيرف بتاع الافريج توتال كوست وهو كمان بيزيد.
برضو ملاحظة ان احنا لما جينا نرسم المارجنال كوست احنا ما رسمناهاش عند 0 و1 و2 و3، لا احنا بنرسمها افريج ما بين الزيرو والواحد، فده تأثير زيادة قطعة من زيرو لواحد. هنا مثلا النقطة دي كانت ما بين 3 و4، فده تأثير القطعة الرابعة، المقارنة بين 3 قطع و4 قطع، فالقطعة الرابعة دي تكلفتها لوحدها كذا. فهتلاقي دايما المارجنال كوست ده برسمه افريج ما بين 2 بوينتس قبل وبعد. وطبعا ده المارجنال كوست زي ما عرفناها تغير التوتال كوست على الكوانتيتي. هنروح للشيت ونبدأ نطبق بقى على الكلام اللي احنا شفناه من شوية ده بشكل سريع. فأول سؤال هنا بيقول لي إن احنا في الشابتر ده اتكلمنا عن أنواع مختلفة من الكوست، وهو فصلهم لي opportunity cost و total cost و fixed cost و variable cost و average total cost و marginal cost، وبرضه شفنا حاجات تانية زي ال average fixed cost وال average variable cost وهكذا، ففي أنواع كتير جدا. قال لي حط لي 6 جمل كده أكمل، وقال لي وصل يعني كل واحدة من دول هتتحط فين هنا. فأول نقطة what you give up for taking some action is called the، اللي هو من أنهي نوع من الكوست اللي هو بتخلى عنه لما أعمل حاجة معينة. طبعا في لحظة دي احنا ممكن نعمل بوز ونقعد نفكر ونحل ونراجع مع الفيديو. فطبعا أول نقطة دي هي تعريف واضح وصريح للـ opportunity cost، تكلفة الفرصة الضائعة. طيب تاني واحدة الـ falling، في حاجة is falling هتقل لما الـ marginal cost يبقى تحتها، وهتزيد لما المارجنال كوست يبقى فوقيها، فدي احنا لسه قايلينها من شويه اللي هي الافريج توتال كوست. تالت واحده هي كوست مش بتعتمد على الكوانتيتي بروديوسد، مش بتعتمد على الكوانتيتي بروديوسد، فبالتالي واضح برضه ان هي فيكسد كوست اللي هي ثابته كده كده هتدفع سواء انتجت او لا. النقطه الرابعه بيكلمني عن الايس كريم اندستري وبيقول لي في الشورت ران، كان واضح وصريح ان انا في الشورت ران في حاجة نوع من الكوست بينكلود الآتي، بينكلود الكوست بتاع الكريم والشوجر اللبن والسكر مثلا، لكن مش بيحط التكلفة بتاعة المصنع نفسه. فبرضه واضح هنا إن دي عكس اللي قبلها، فهنا بتكلم عن الفاريبل كوست. خامس نقطة بيكلمني إن البروفيت بيساوي التوتال ريفينيو ماينس، هو التوتال ريفينيو ماينس الكوست أو التوتال كوست. واخر واحده بيكلمني ان الكوست اوف producing ان اكسترا يونت اوف اوتبوت از ذا، ودي برضو احنا لسه معرفينها من شويه اللي هي المارجنال كوست، التكلفه الاضافيه لانتاج 1 اكسترا يونت من المنتج بتاعي. اكزامبل نمبر 2 بيتكلم عن واحد شخص كده صياد بيصطاد، لاحظ العلاقه الاتيه ما بين عدد الساعات اللي بيقضيها في الصيد وما بين كميه السمك اللي بيطلع له. فهو لو ما قضاش ولا دقيقه اكيد مش هيطلع سمك، لو قعد ساعة هيطلع 10 باوندز، قعد ساعتين هيبقوا 18، 24، 28، 30 وهكذا. فاحنا برضو ملاحظين كده بالنظر من غير أي حسابات إن هو أول ساعة كان اصطاد فيها أقصى كمية، وبعدين كل ساعة زيادة بيصطاد كمية أقل شوية. التوتال كوانتيتي عمالة تزيد، لكن بقى تأثير كل ساعة الكونتريبيوشن بتاعها قليل شوية عن اللي قبل. فهنا بيسألني ايه المارجنال برودكت اوف ايتش اور سبنت فيشنج، فهو ده اللي احنا قلناه كده بالبلدي او بالشبه هنحسبه ان احنا نقارن الزياده في الكوانتيتي بير 1 اور ما بين كل ساعه والتانيه. فهلاقي ان كالاتي، اول ساعه 10، الثانيه 8، الثالثه 6، 4، 2. طيب بعد كده قال لي استخدم الداتا دي عشان ترسم جراف للفيشرمانز برودكشن فانكشن، ارسم البرودكشن فانكشن بتاعت الصياد ده. فخدنا الكلام ده ورسمناه، عندنا ان الكوانتيتي بتاعت الفيش الكوانتيتي بتزيد مقابل نمبر اوف اورز، بس في البدايه السلوب كان عالي وده بيدل ان المارجنال برودكت كان عالي، ومع الوقت المارجنال برودكت بيقل فالسلوب بيبدا يقل. لو كملنا شويه كمان هتلاقي ان السلوب خلاص هيثبت عند زيرو، وممكن ما يكونش بينتج او يطلع اي حاجه زياده. وده عمليا برضو ممكن يكون تفسيره ان هو ابتدى يتعب فما بقاش قادر يصطاد بنفس النشاط او بنفس القوه، ممكن يكون ان هو مثلا الوقت لما بيتاخر السمك الموجود بيقل، ممكن يصطاد كتير قوي من نفس المنطقه فبرضو كثافه البيليشن بتاع السمك في المنطقه دي بيقل وهكذا. فممكن عمليا يكون ليها اسباب كتير مختلفه. طيب رجع بقى يفصل لي اكتر بعد كده ويديني تفاصيل اكتر، قال لي ان الصياد ده عنده فيكسد كوست 10 دولار اللي هي البول الصناره مثلا بتاعته، ثمنها 10 دولارات، والاوبورتيونيتي كوست بتاعت التايم بتاعه 5 دولار بير اور،
الراجل ده كان ممكن بدل ما يصطاد كان ممكن يروح يشتغل شغلانة تانية بالساعة يكسب فيها كل ساعة $5. عايزني ارسم التوتال كوست كيرف بتاع الصياد ده وبرضه نفسره. فاحنا هنبدأ نجمع بس العناصر. عندي فيكسد كوست 10 ايا كان انا اشتغلت ساعة ولا 5، عندي فاريبل كوست اللي هي الاوبورتيونيتي كوست بتاعت وقته، ودي هتزيد بقى من 0 5 10 وهكذا، هي الفاريبل كوست مضروبة في عدد الساعات، ولما اجمعهم هيطلع لي التوتال كوست. لو رسمت التوتال كوست كيرف هيبقى بالمنظر ده مقابل الكوانتيتي. هي التوتال كوست عماله تزيد بمقدار ثابت كل ساعه، لكن في المقابل الكوانتيتي بتزيد لكن مقدار الزياده عمال يقل. فعشان كده هنلاقي في البدايه السلوب كان قليل، انا الكميه الزياده اللي بعرف اصطادها بتكلفني زياده في الكوست قليله، لكن مع الوقت اي كميه زياده من السمك اخر سمكتين دول لوحدهم كلفوني اكسترا $5 مقارنة بأول 10 سمكات كلفوني هما كمان 5. فبالتالي الزيادة في الكوانتيتي لما بتعدي أو كل ما تزيد بيبقى التوتال كوست بتزيد بشكل مضاعف أو بشكل اكسبوننشال معايا. فده كان الاكزامبل التاني. الاكزامبل التالت بيقول لك أنت بتفكر تعمل مشروع كشك عصير ليمون. الكشك ده لوحده هيكلفك 200 جنيه او $200، والمكونات في كل كوبايه من الليمون هتكلفك نص. فبرضه واضح جدا اول سؤال ان مين الفيكسد كوست ومين الفاريبل كوست، هي واضحه وصريحه وشارحه نفسها. ال 200 ثمن الكشك بقى بالعصاره بالمعدات بالمصفى بكل مكن بالكوبايات بكل الحاجات استخداماتك في الليمون هي ب 200، والمكونات نفسها الليمون نفسه والسكر والميه هيكلفوك نص لكل كوبايه. فده الفرق ما بين الفيكسد والفاريبل كوست. النقطه اللي بعد كده بيقول لي اعمل تيبل يوضح لي فيه بقى الاتي: التوتال كوست والافريج توتال كوست، تمام، والمارجنال كوست للاوتبوت ليفلز فارينج من 0 ل 10 جالونز لحد 10 جالونز. طب الجالون ده بيعمل 16 كوبايه، فما فيش مشكلة. احنا هنعمل ايه؟ ممكن نعمل ان احنا زي ما عملنا قبل كده نكتب الفيكسد كوست ونعمل جنبها كولوم للفاريبل كوست وبعدين نجمعهم في توتال كوست، او زي ما عملت انا هنا ان انا هكتب معادلة بتحسب لي التوتال كوست فانكشن في النمبر اوف جالونز وخلاص، هي 200 اللي هي الفيكسد زائد الفاريبل كوست نص بير كاب، والجالون فيه 16 كابس بير جالون، يبقى نص في 16 ده عدد الكوبايات في او تكلفه ال 1 جالون في ان اللي هي نمبر اوف جالونز. فهلاقي الجدول بقى بالمنظر ده. طبعا عند الزيرو كان 200 التوتال كوست 200 لان انا مش بنتج اي حاجه، فهي فيكسد كوست، وهتبدا بقى تزيد 208 16 24 تزيد بشكل ثابت لان هنا الفاريبل كوست ثابته بالنسبه للكوانتيتي، لكن ده اكسبشن مش ده الحاله المعتاده يعني. طيب عايز بعد كده ايه؟ average total cost. هنقسم كل رقم من دول على الكمية او الوان جالون، فتلاقي ان طبيعي ان هي عمالة تقل بشكل واضح وصريح. احنا كنا شفنا قبل كده ان الكيرف ده بيقل وبعدين بيبدأ يزيد، هو هيحصل كده فعلا لما تبقى تكلفة الجالون الزيادة اغلى من الجالون اللي قبله، وده ما عندناش هنا. انا هنا عندي كمية تكلفة كوباية الليمون ثابتة، لكن لو افترضنا ان انت مثلا بعد 200 كوباية ليمون بتبدأ بقى تستخدم ليمون مثلا الناشف، فالناشف ده بيبقى بيطلع عصير أقل، فأنت بتحتاج تشتري كمية ليمون أكتر، فوزن الليمون أكتر، فمصاريفك أكتر. فأه ساعتها ممكن بقى نفكر إن ساعتها الكوست بتاعت الوان يونت هتزيد، فالأفريج توتال كوست مع الوقت يبدأ يعلى تاني. أو إن أنت ما بتستهلك مثلا كمية مية معينة، لما تستهلك مثلا 20 لتر مية ولا 50 لتر مية هتتحاسب بمقدار معين، لكن ما تستهلك أكتر هتتحاسب بسعر أكتر. فساعتها برضو هتلاقي كيرف التوتال كوست عمال يزيد لأن هيكون في زيادة في الفاريبل كوست، لكن هنا هي ثابتة، فطبيعي إن الأفريج توتال كوست هتلاقيها عمالة تقل معاك هي كمان، وكل ما أبيع أكتر كل ما هكسب أكتر وما عنديش أي مشاكل. فكتبت له الافريج توتال كوست. عايز كمان المارجنال كوست برضو، دي بسيطه قوي اللي هي الفرق ما بين كل جالون والتاني، فلاقيها ثابته اللي هي الثمانيه، ودي برضو اللي احنا كنا شفناها قبل كده ان هي مثلا بتقل وتثبت وتزيد، لا هنا هي ثابته، فعشان كده دايما الافريج توتال كوست عمال يعني.
الاكزامبل الاخير معانا هنا بيتكلم عن بينتينج كومباني. فيني عندها بينتينج كومباني تكلفتها فيكسد كوست $200، وعندي جدول للفاريبل كوست. لا لو هدهن بيت واحد في الشهر فهو هيكلفني 10، لو هدهن بيتين هيكلفني 20، لو ثلاثة هيكلفني 40. ممكن أكون مثلا بحتاج عمال متخصصين أكتر، فبحتاج أديهم فلوس أكتر شوية، أو بجيب عمال مش خبرة قوي فبياخدوا وقت أكتر أو بيهدروا مواد أكتر وهكذا. ممكن يكون في أسباب كتير، فهلاقي إن بزيادة الكوانتيتي هتلاقي إن الفاريبل كوست بتزيد بشكل مضاعف، مش بتزيد بشكل متناسب أو يعني proportional أو 1-to-1. من الجدول ده عايزني، وطبعا الفيكسد كوست عايزني احسب افريج فيكسد كوست، افريج فاريبل كوست، افريج توتال كوست فور ايتش كوانتيتي من السبعه دول، وقول لي الافيشنت سكيل بتاع البينتنج كومباني. فبرضه الموضوع بسيط، ابدا ارسم الجدول بتاعي. الكوانتيتي عندي فيكسد كوست 200، عندي فاريبل كوست رصيت الجدول زي ما هو 10 20 لحد 640، توتال كوست هجمعهم مفيش مشكله. هبدا بقى احسب الافريج، average fixed cost طبيعي ان هي بتقل زي ما احنا عارفين 200 100، لان انا بقسم نفس الرقم على quantity بتزيد. طب ال average variable cost لقيت هنا ان هي بتزيد زي ما انا برضه فسرتها بالشبه كده في الاول 10 10، وبعدين ابتدت بقى تزيد بالتدريج لحد ما بقت حاجه و90 لو انا هدهن 7 بيوت، وطبعا عاليه جدا. فبالتالي ال average total cost هتوقع ان هي هتبدا تقل وهتيجي عند نقطه وتبدا تزيد تاني. فهو هنا بيسألني بيقول لي ايه الافيشنت سكيل بتاع البينتنج كومباني، فانا من الجدول حتى من غير محتاج ارسم الاقي ان عند اقل افريج توتال كوست، فواضح ان ده السكيل الانسب يعني بالنسبه لي اللي هيكلفني اقل تكلفه بير هاوس. ولو جيت رسمت الحاجات دي، لو رسمت الفيكسد والفاريبل والتوتال كوست لوحدهم مش افريج، هلاقي طبيعي ان الفيكسد ثابته والباقيين بيزيدوا، لكن لما ارسم الافريج هيبقى معقد اكتر. هلاقي فعلا ان الافريج توتال كوست بتقل لحد نقطه معينه وبعدين بتزيد، ودي النقطه اللي انا اخترتها وقلت ان هو ده الافيشنت سكيل. ملحوظه اخيره بس، الافيشنت سكيل ده مش معناه ان ده ممكن يكون احسن حاجه انا هعملها في الحقيقه، لان زي ما هنشوف بقى في المستقبل ساعات بتظهر قدامنا عوامل تانية زي تغير الأسعار وحاجات مختلفة. ممكن ألاقي إن أنا لو أنتجت أكتر أو دهنت أكتر ممكن ستيل يطلع لي مكسب أكتر كماني وايز، مش كمتوسط، لا كتوتال ممكن المكسب طبعا يبقى أكتر عند نقط أعلى، لكن كأقل كوست لو أنا عايز أوفر مجهودي وأعمل بس اللي هيديني أعلى كوست بالنسبة للمجهود اللي انا عملته، فطبعا هيبقى اختيار كوانتيتي 4 او اقل افريج توتال كوست. احنا كده خلصنا، اتمنى الموضوع ان هو كان يبقى واضح، وطبعا لو في اسئله احنا نقدر نتواصل، وبالتوفيق دايما.